وعقب الافتتاح قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية في مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة والذي يتكون من ستة مصانع لإنتاج الأسمدة الأزوتية حيث استقل رئيس السيسي في مستهل الجولة التفقدية حافلة للمرور على منشآت المجمع ورافقه خلالها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة واستمع الرئيس إلى شرح مفصل عن المجمع